البارح بالشيام بالجثة ديال المرحومة، لابسة فقط واحد الكسوة ديال الليل عادية، شعرها مقبوط ولونها فانيدي. دائيا حنايا كانت بالتجربة في المركز الطبي الشرعي، من يكون لون فانيدي بزاف كنفكروا في لانتوكسيكاسيون غاز بيوتال. هذا لون فانيدي في الوجه، لون فانيدي في الظهر، ليفيديتي بعد ما تموت الدم كيهود في اسفل الذات، دونك كيولي هذاك اللون فانيدي باين، وهي نقيه كتشوف لها يديها، تشوف صبع رجليها، كل شيء نقي، كيشير بالله كاين شي دوش شي بان دار. هذه في الاول ما قمنا بالتشريح لا ميم شوز، غادي تلقى لداخل لون فانيدي، الفانيدي في الرئه، الدم روج كارمال، لو فوا روج غوزاي، دونك كاين لوان لي شيرو بالله راه افون توت اناليز، واخا ما يكونش كاع التحاليل راه يبان هاد التوكسيكاسيون او غاز كي فريكونت مالوروزمون بهاد لي ريشو ا غاز. فوالا، دونك سي تون انتوكسيكاسيون او غاز، وماشي هاد الوفاه ما عندهاش علاقه مع مال الاكل ولا شي حاجه تناولتها المرحومه. زوج ديالها من بعد تسنينا حتى جا وسالناه، وتما قالنا راه خديت الدوش انا وخدات المراه ديالي الدوش، دونك ما بقاتش اي شك. ورغم ذلك في التشريح راه انا في التقرير في الفحص جلي سينيالي الفحص دو بوا سي تون انتوكسيكاسيون بار لو غاز سي او. دابا الغاز بيوتان من ما يتحرقش مزيان كيعطينا داك الغاز سي او، داك الغاز سي او يباراليز وما فيش الريحه، ماشي كي الغاز بيوتان غادي تدخل وتشم ريحه ما يعطيش الريحه. وجانا عده حالات هكا كيديروا في كوزينه، كيديروا في وسط الدار الغاز بيوتان لي ريشو ا غاز، ماشي اون كيستيون دو مارك، il faut mettre l'installation على برا، على برا، اما في بيت الصابون، اما خارج الدار، اما مثلا في كوزينه وتكون مهويه لما واحد يدوش،